أعمال فنية عربية في لندن وحدائق هامبتون كورت تجمع بين جمال الطبيعة والفن في هذه الحلقة من آفاق تتابعون فيها حدائق تتحول إلى أعمال فنية في هامبتون كورت. يخاطب الفنان الزائر من خلال هذه الأعمال ويعبر عن مشاعر الفرح أو الأسى أو يوجه رسالة معينة. أعمال لفنانين عرب تعكس محيطهم. جديد المتحف البريطاني. كان ذلك أثناء الاقتحام الإسرائيلي لغزة عام 2009 وقد التقت بهذه العائلة. ولكن بداية من سوذوبيز وروح الفن الإماراتي في لندن في معرض ثلاثة أجيال الذي يقدم أعمال 12 فناناً إماراتياً من خلال عمل واحد لكل منهم. اختارت مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون الفنانين المشاركين في هذا المعرض، وهم جمعوا العروض الفنية وحضروا هذا المعرض. نريد أن نظهر الاستمرارية في هذا الفن. خلال مهرجان البندقية للفنون 55 عرض الفنان محمد قاظم أعماله، وأصر على ذكر أن الفنان حسن شريف كان إلهاماً كبيراً له، وشريف من جيل أقدم. الفنانون المشاركون في هذا المعرض يمثلون ثلاثة أجيال، فالبعض منهم من رواد الفن في الإمارات والبعض الآخر من الشباب، ونحن نعرض الأعمال الفنية للصاعدين إلى جانب الفنانين الكبار. اللوحة اسمها The Smile، وهي يعني مستوحاة من طبعا لوحة مشهورة، اللي أشهر لوحة معروفة اللي هي الموناليزا. فالعمل لما أول ما بديت أعمله كانت بتدخل اللوحة، شاركت في أرت باريس، فكنت أبغي أسوي لوحة يعني تتحدث إلى الجمهور الأوروبي مع الطابع العربي. فأخذت الإلهام طبعاً من الموناليزا، عكست اتجاهها، فرسمتها بالعكس، بكون أن نحن العرب نكتب من باتجاه مخالف للاتجاه الأوروبي. بدل ما أستخدم ناتشرال أويلز استخدمت ديجيتال أويلز على الكمبيوتر، فرسمتها بأسلوب يعني معاكس. بعدين بدل ما أن أحطها في الفريم مثل ما يحطون في اللوحات الأوروبية الفريم الذهبي، أخذت باب إماراتي وحولته إلى 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 الفريم وحطيت اللوحة فيها، فصارت بكلها هي عمل فني. I believe there are the paintings are
اللوحات ستعرض للبيع وستبقى معروضة لفترة زمنية قليلة، ونأمل أن يستمتع الجمهور هنا بالتعبير الفنية من منطقة الشرق الأوسط. والله الحضور طبعا وايد مهم، بكون يعني من ضمن ان نحن من الفنانين اللي اختارتنا مجموعه ابو ظبي للثقافه والفنون. هذا شيء مهم بذاته، بان نكون في سادبيز وفي لندن، هذه طبعا يعني مناسبه حتى تزيد من اهميه الحدث، لان هذا اول معرض مشترك للفنانين الاماراتيين للفن المعاصر. عندما يكون الصيف حاراً في بريطانيا على غير عادته، نظرات الشمس والقبعات والمياه الباردة ترافقنا أينما ذهبنا، ولكن في الصيف أيضاً تكثر المعارض الفنية، لا سيما تلك التي تقام في الهواء الطلق، ومعرض هامبتون كورت للحدائق واحد منها، وفيه تحولت الحدائق والبساتين إلى أعمال فنية. يعتبر من أهم المعارض من نوعه في العالم. القسم التصوري في المعرض مخصص لأعمال مصممي الحدائق ذات الطابع الفني. بدأ معرض هامبتون كورت للحدائق والزهور سنة 1990، وتشرف عليه المؤسسة الملكية للحدائق. يعتبر من أهم المعارض من نوعه في العالم، ويقام في كل فصل صيف، ويشكل مناسبة مثيرة بالنسبة إلينا، فنحن البريطانيين مولعون بالحدائق، ولكل منزل في ضواحينا حديقته الصغيرة. أصحاب الحدائق يأتون إلى هنا كي يستوحوا مما يكتشفونه لتحسين حدائقهم، وكي يبتاعوا الزينة والعدة والزهور. في المعرض جناح خاص يدعى الإيحاء، وهو مخصص لأعمال الفن التصوري. إنها حدائق خلاقة ومستقبلية وغريبة نوعا ما، لكنها أعمال ممتازة في مجال الحدائق والبساتين. القسم التصوري في المعرض مخصص لأعمال مصممي الحدائق ذات الطابع الفني. يخاطب الفنان الزائر من خلال هذه الأعمال، ويعبر عن مشاعر الفرح أو الأسى، أو يوجه رسالة معينة. لن يجد الزائر في هذا القسم حديقة جميلة على الطراز الإنجليزي المعهود، بل سيكتشف عملا تصوريا على شكل حديقة. يدعى هذا العمل أرواح الأرض، للمصممة اليابانية ماري كونانكا. استوحت الفنانة أعمالها من إيمانها بعقيدة الشينتو فيما يتعلق بالأرواح. إنها تعتقد بأن الأرواح تحوم حولنا باستمرار، وعلينا أن نكون دائما على انسجام معها ومع النباتات. وهي تذكر أيضا بالانسجام السائد بين النباتات والحشرات في عملية التلقيح. العبرة التي أرادتها من هذا العمل هي أنه على الإنسان الانسجام الدائم مع العالم.
العمل المسمى برأس جبل الجليد هو بمثابة رسالة عن البيئة. يحاول الفنان إظهار ضخامة ما ينتجه مجتمعنا من نفايات مرمية بشكل عشوائي، ومنها البرادات على وجه التحديد. إنها رسالة موجهة إلى الناس بوجوب التصرف بمسؤولية في هذا المجال، وتحويل هذه الآلات إلى شيء مفيد عوضاً عن رميها في الطبيعة. لقد أعطى الفنان من خلال هذا العمل مثالاً على تحويل الأدوات المنزلية البالية إلى أشياء صالحة. قدمت كاثرين ماكدونالد حديقة أسمتها من الخراب إلى التجدد، ونالت الميدالية الذهبية عنها، بالإضافة إلى جائزة أفضل عمل تصويري لهذه السنة. استوحيت عملي من قصة فيلم الهوبيت في جزئه الثاني. يدخل بطل القصة أرضاً أحرقتها نيران التنين بشكل كامل. استعملت النباتات هنا بشكل تجريدي للإيحاء بصورة النار معتمدة على لونها وشكلها، ويتغير المشهد خلال التجول في الحديقة ويمر بمراحل عدة. يبدأ هذا التحول في الجزء الأوسط من الحديقة، حيث نشرت نباتات تذكر بلون الدخان وشكله، ويظهر مشهد التجدد في الجزء الأخير. لجأت أيضاً إلى الحديد المغلف بالصدأ لتمثيل الأشجار المحترقة في مرحلة الخراب، وأضفت آلات تضخ الدخان، ووضعت قطعة خشب محروقة لنشر رائحة حريق في أرجاء الحديقة. أما في مرحلة التجدد فقد وضعت منحوتات خشبية محروقة، ولكني ضخيت بخار الماء تعبيراً عن الضباب بالإضافة إلى رائحة عطرة من خشب الأرز. في العمل أيضاً مؤثرات صوتية كصوت احتراق الخشب في مرحلة الخراب وتغريد العصافير في مرحلة التجدد. المصمم البولندي الشاب لوك أريك أراد التفكير بقضية اجتياح العمران للحدائق الصغيرة في بولندا، والتي يزرعها أصحابها منذ سنوات لتأمين حاجاتهم من الخضار. Where I live, yeah. يزرع هذه الحدائق في الغالب من هم كبار في السن، تواجههم صعوبات من جراء تزايد الإيجارات فيضطرون إلى تركها، ويأتي بعدها المقاولون فيحولونها إلى أبنية تجارية. عملي هذا هو لإظهار أهمية الحدائق بالنسبة للمستفيدين منها. حرمانهم منها هو بمثابة فقدانهم للهواء، فهم يضطرون إلى المكوث في بيوتهم بعد فقدانها، فتنتهي الحياة بالنسبة لهم. يرمز هذا الرجل الجالس هنا إلى أهمية الخضروات هذه بالنسبة لمن يزرعها، أي هي كالهواء الذي يتنفسه. إنها صورة تعبر أيضاً عن ارتباطنا بالطبيعة. مرجعي في هذا العمل هو موسيقى الهيفي ميتال. فقد كتبت على الجدران كلمات من أغنية أنا أندثر لفريق ميتاليكا. استعملت أيضا سياجا حديديا سميكا، وزرعت زهور الأجوجا ميتاليكا حول السياج، وزنرت المكان بكابل كهربائي لآلة الجيتار الكهربائية. وهكذا وصلت بين العمل في البساتين والحدائق وموسيقى الهيفي ميتال. أعمال لفنانين عرب تعبر عن واقعهم وتعكس محيطهم.
هي إحدى أحدث مقتنيات المتحف البريطاني. يهتم المتحف البريطاني باقتناء أعمال فنية تعبر عن الواقع المحيط بها. اخترنا أعمال 10 فنانين من مختلف دول العالم العربي كاليمن ومصر ولبنان وسوريا. So for example, this incredible set of works by Bushra al-Mutawakkil. عمل بشرى المتوكل مكون من 9 صور وعنوانه أم وابنتها واللعبة. تعبر الفنانة عن رأيها في موضوع الحجاب وهو موضوع مثير للجدل في الغرب وهو يغذي الصورة النمطية عن الشرق. أرادت بشرى إظهار الحجاب بسلبياته وإيجابياته معا. فالمرأة اليمنية على سبيل المثال تلجأ إليه كوسيلة تسمح لها بالتمتع بحياة عملية. إنها تعمد إلى طرح مسألة الحجاب وتترك للناظر حرية استنتاج العبر من العمل. فتحي حسن is a very interesting artist. So he's Egyptian. فتحي حسن فنان مصري مقيم في إيطاليا ولكن أصوله تعود إلى النوبة في مصر. كرس أعماله للتعاطي مع قضية الدمار الذي لحق بالنوبة من جراء بناء سد أسوان، وتطرق أيضا إلى قضايا التراث النوبي. نرى ذلك في عناوين أعماله كعمل الرجل الأسود الذي يتطرق إلى مسألة التمييز العنصري. يتميز أسلوبه بنوع من الحوار بين الصور الفوتوغرافية وأشكال مكونة من كتابات مأخوذة من نصوص وأبيات الشعر. إنه فنان ملتزم بتراثه والأمر واضح من خلال الصور التي يطلق عليها اسم الوجوه النوبية. The interesting thing about Michael Rakovitz is that he has Iraqi Jewish. مايكل راكوفيتس فنان مثير للاهتمام لأنه من أصل يهودي عراقي ويعيش حاليا في الولايات المتحدة. أعماله مثيرة للاهتمام لأنها تتعلق مباشرة بالتراث كما في العمل المعروض هنا. إنه يعبر فيها عن موقفه من أحداث العراق كنهب المتحف الوطني وتدمير الأماكن الأثرية. جسد مايكل رؤيته للقطع الأثرية التي سرقت عبر قطع استوحيت منها. وضع قطعه في مواجهة قطع من متحفنا مشابهة للقطع المسروقة. صنع قطعا من أغلفة مختلفة كعلب التمر وأوراق الجرائد وحولها إلى أشكال متقنة تعكس صورة القطع الأثرية. يلائمنا هذا العمل كوننا نملك قطعا مماثلة لما كان يوجد في متاحف العراق. نرى هنا تماثيل كانت تقدم إلى المعابد القديمة. نلاحظ وضعية اليدين وهما تتشابكان مع بعضهما وهو ما يعبر عن الاحترام. ترتدي شخصية التماثيل صوف الغنم وترى في مواجهتها تماثيل راكوفيتس تقف بنفس الطريقة، لكنه استعمل أغلفة للإيحاء بصوف الغنم بشكل ذكي. So this is a work by Ali Mukawas. This is a very recent acquisition. هذا عمل من أعمال علي مقوص وقد اقتنيناه حديثا. إنه عمل متميز. الفنان السوري الجنسية من مدينة اللاذقية. تشكل الشجرة موضوعه الرئيسي، فللشجرة رمزية منذ القدم في المنطقة هناك، أي منذ الحقبة الفينيقية. يصف هذا الرسم أجواء الزيارة التي تتم إلى أماكن هذه الأشجار المقدسة. نرى المكان يزخر بالحركة والحياة إذ تقام في أرجائه المراسم الدينية والحفلات والمهرجانات. إنه يريد التعبير عن كل ذلك في هذه الصورة.
تقليد الزيارة منتشر في جميع أنحاء العالم الإسلامي وخصوصاً في القرى العلوية في شمال سوريا. هذا العمل متميز للغاية بفضل غنى تفاصيله التي تنقل كل ما يجري هناك. يمكنك أن ترى أناساً يرقصون أو يقومون بتحضير الطعام، كلها أشكال بشرية مرسومة بشكل رائع بالحبر الصيني. للرسم طابع قاتم قد يكون انعكاساً في نفس الفنان للوضع في سوريا حالياً، ويضفي غياب الألوان عن اللوحة طابع الظلام والشؤم. This is a very interesting work. It's by a Palestinian artist called Iman Muhammad. هذا عمل مهم للغاية للفنانة الفلسطينية إيمان محمد، وهي تحاول أسرى لحظة من الزمن. كان ذلك أثناء الاقتحام الإسرائيلي لغزة عام 2009، وقد التقت بهذه العائلة. هذا الرجل اسمه خضر، وقد تهدم بيته الذي يعيش فيه مع ابنتيه. إنها صورة مؤثرة. فالرجل فقد كل شيء لكنه ما زال يعطف على الحمام. عملها جميل للغاية لدرجة أن الصورة تكاد تشبه اللوحة من خلال تشكيلها وعناصرها، ونرى ذلك من خلال حركة الحمام في الجانب الأعلى ومن موقع الوعاء الأصفر في الوسط. المنظر مؤثر للغاية، وهذا ما نسعى إليه في الأعمال التي نقتنيها، فنحن نريدها أن تجمع بين الجمال الفني والطابع التوثيقي للحظة تاريخية معينة. It's not only beautiful art, but it's also social history, it's documentary. It's there to make us think about situations. فن روماني في المجر وموسيقى تتجاوز الاختلاف السياسي في وقفتنا الأسبوعية على عالم الفن مع غادة ناصف. غناء على حركات دائرية، هذه هي الرقصات الصوفية. الرقصات تنطلق بأصحابها إلى عالم التأمل، وتعد من الطقوس المعتادة خلال شهر رمضان في عدد من الدول العربية. بعيداً عن الاختلافات الدينية وتباين الهوية، تشارك فرقة أورفند لاند الإسرائيلية المسرح مع الفرقة الفلسطينية خلاص في تل أبيب. العمل المشترك سيجوب القارة الأوروبية حاملاً رسالة سلام من خلال موسيقى الهافي ميتال. الفنانون الرومان من جميع أنحاء العالم يتدفقون على مدينة بودفالينكي المجرية للرسم على جدران المنازل في إطار مشروع فني بدأ قبل 5 أعوام. يوجد الآن 29 جدارية تزين المدينة برسومات تصور التراث والأساطير الرومانية. هذه ليست من عروض السيرك المعتادة، ولكن غرابة سيرك كاتماندو لا تتوقف عند هذا الحد. فرقة السيرك تضم 13 شخصاً من الشباب كان قد تم إنقاذهم من عملية تهريب وإجبار على أداء عروض غالباً في الهند. الفرقة الآن تقدم عروضاً إسبوعية بمحض إرادتها، وتسعى إلى تقديم فنها على مسارح دولية. إلي ملكي يصحبكم في فقرة برنامج بي بي سي إكسترا الإذاعي. بدأ الأمر كمجرد دعابة على كاميرا خفية، لكنه ما لبث أن تحول إلى مسألة جدال حاد حول العنصرية في المغرب. هذا هو موضوعنا اليوم في فقرة بي بي سي إكسترا، ونستضيف فيها عبد الصمد بن جولة. عبد الصمد، كيف تحولت بعض اللقطات إلى جدال حاد؟ هذا الجدل اللي اندلع بعد بث قناة رسمية في المغرب
كاميرا خفية فيها مقاطع وصفت بالعنصرية، وهي لزوجة اكتشفت أن زوجها أو زوجها يعني في مشاهد عرس مع أخرى. هذه الأخرى كانت هذه الفتاة الأخرى كانت سوداء البشرة، فانفجرت المرأة التي كانت موضوع الكاميرا الخفية بعبارات عنصرية لم تحذف نهائيا في البث، مما أثار جدلا في الشارع المغربي، وأيضا دعا حركة تسمى حركة عزي وبخير والتي تعني ما مفاده أنا أسود البشرة وأفتخر، إلى انتقاد هذه القناة لأنه كان بإمكانها أن تشتغل بمقص الرقيب وتحذف على الأقل هذه العبارات العنصرية والتي سلطت الضوء كما تقول الحركة على مظلومية السود في المغرب. ولكن هل هي مسؤولية الدراما أن تصحح الواقع أم أنها مجرد نوع من المرآة للمجتمع بإيجابياته وسلبياته؟ جل من تحدثنا إليهم من ضيوف يعني أجمعوا على أن الدراما ليس من وظيفتها أن تعكس الواقع بحذافره، ليس من المفترض يعني أن يبث الفيلم أو الشريط أو الوثائق عبارات عنصرية كي يقول إنه يعكس ما يجري في الواقع، وبالتالي يمكن أن ينتقد على هذا الأساس الصورة النمطية مثلا للنوبي في السينما المصرية الذي يقدم دائما على أساس أنه خادم وبواب وتتخذ لغته كموضوع للسخرية دائما في السيناريوهات، وأيضا عندما يقوم يعني الممثل بعبارات عنصرية يتخذ ذلك على أساس أنه خفة. فالدراما ليس مفترض منها أن تعكس الواقع، ولكن يجب أن تكون يعني مدرسة تقوم بدور توعية، تقوم بدور إصلاح ما يمكن إصلاحه، وليس بالضبط أن تكون مرآة عاكسة لسلبيات المجتمع. ولكن عبد الصمد، نحن نعرف أن العنصرية منتشرة في جميع أنحاء العالم وخاصة في العالم العربي، إنه واقع، ولكن لماذا التركيز على هذه المسألة في المغرب بحد ذاته؟ هي الأيديولوجيا العربية السائدة في كافة بلدان العالم العربي تقول بأن العنصرية حكر على الغرب ولا علاقة لها بالعرب والمسلمين، ولكن الواقع يبدو ليس فقط من خلال انطباعات ولكن دراسات تؤكد أن هناك عنصرية خفية في جميع بلدان العالم العربي. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من آفاق، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بمتابعتها. يمكنكم مراسلة فريق الإعداد على afaq@bbc.co.uk أو زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/bbcarabic afaq. ولمعرفة تفاصيل التصوير والإعداد والحلقات القادمة تابعونا على تويتر @bbc_afaq. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية، لكم مني ومن فريق الإعداد أطيب التمنيات. إلى اللقاء.